وخلينا نجرب لحمه الراس اللي هو الطبق التقليدي الجزائري. في هذا الفيديو غادي نشوف واحد سعودي في الجزائر اللي مندهش من لوطوروت والطريق كيفاش نقيه في الجزائر. هذا الشيء اللي نشوفه في هذا الفيديو، تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهايه. صبحكم الله بالخير ويعطيكم الف عافيه. واليوم الثالث في الجزائر، وكان المفروض اليوم اني قاعد الصبح وبدري، بس للاسف شويه سحبنا على نوم، وامس انا تاخرت بالنوم قاعد اعدل الفيديو، فقاعدين الحين تقريبا على الساعه قبل عشرة الصبح. وما شاء الله ما قصر احمد، مجهز لنا الفطور. طبعا مو فطور جزائري، هذا فطور على ذوقنا. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. صبحك الله بالخير اول شيء. الله يسلمك. الله يخليك. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. ها لحد الحين طافي، يبي له شحن هذا. طبعا الاجواء اليوم ابرد من امس، والجو مغيم وشكله لازم نتدفى عد اليوم، صح؟ عاد هذا بسبعة يبرد. وطالعين الحين ان شاء الله ومتوجهين الى مدينة تلمسان. تلمسان تبعد عن العاصمة الجزائر تقريبا 600 كيلو، يعني تخيل رايحين هناك ل 600 كيلو، ويمكن بات ليله او ليلتين ما ندري عاد، فشوي تكون يعني الوقت قصير. بس راح نطلع ان شاء الله على الخط السريع. الخط السريع تقريبا يمكن فتحوه يعني اكثر من 5 سنوات، فجدا ساعد الناس انها تتنقل من مدينه الى مدينه. وهو الخط السريع ماسك الشمال كامل من الحدود المغربيه الى الحدود التونسيه. شوف اكيد شفتوها هذه ذيك مره اول ما وصلنا باليوم الاول من فوق، لما كنا بالطياره كنا نشوف الاراضي الخضراء والمزارع موجوده بكل مكان. وهذه هي شوف ما شاء الله الاجواء جميله والاراضي خضراء وشيء يشرح الصدر. طبعا احمد مشغل لنا اغاني شعبيه جزائريه، المطرب كمال مسعودي، صح؟ كمال مسعود مغرم فيه. الشباب الجزائري كله مغرم فيه، توفى في 98 هو. ايه رحمه الله عليه. محبوب جدا. نزلنا هني محطة بنزين ومحاطة بالاجواء الجميلة والجبال، ومنها نصلي ونشتري شيء حق الطريق. نشتري سناكس. سناكس. خذ من هذا، عندهم الحمضيات الجزائرية نقاوش. نقاوس. نقاوس، نقاوس. حرف الشين ما ادري وين طلعته من عندي. الله يبي له ناخذ كذي، اسمه مهبول، شيبس اسمه مهبول جزائري، صح؟ جزائري. الله 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 الله، هذا كل هذا فرحه عشان شو اسمه؟ عشان بياخذ قهوه. لا 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 لا. صدقون عبد المجيد خذ له شيء وما ادري شنو هو. ما ادري شنو. يلا ذوق. بس منيح عشان حلقك، عشان حلقك علاج علاج. الفيمدول والله زي الفيمدول. اخذنا سناكنا ونكمل الطريق ان شاء الله. وصراحة يعني جدا مستمتع بالطريق السريع هني، لان يمينك ويسارك جبال وخضار وطبيعه وكل شيء حلو. وانا صراحه ما كنت يعني ماني متخيل قبل تقريبا يمكن كم 5 سنوات انه ما كان هذا موجود. تخيلوا انه هذا ما كان موجود قبل، فشلون الناس كانت تتنقل بصعوبه وانها تروح من مدينه الى مدينه تاخذ يعني فتره طويله. احنا الحين تقريبا يمكن 5 ساعات 6 ساعات يمكن ياخذ مننا الطريق، وهنا على الهاي واي، فما بالك ايام قبل لما كان ما في هاي واي، فجدا صعب. ما شاء الله هذه هني الاماكن كلها ريفيه، وحتى الناس اللي ساكنين هني اغلبها فلاحين، والاجواء يقولون اليوم راح يكون فيها مطر. شوف الغيوم شلون صايره، راح تمطر علينا اتوقع في تلمسان، صح؟ ان شاء الله. اي يقولون في مطر اليوم وبكره يمكن. يا اخي الاسبوع القادم ان شاء الله كله منخفض جوي عميق. ايه ثلوج على الجبال، راح يكون في مطر، راح يكون جو جميل. ان شاء الله. مطر خير باذن الله. ونزلنا هني على الطريق. طبعا لما تروح تلمسان على الطريق في وهران، لكن وهران مو بخطتنا اليوم، بعد ما نخلص تلمسان ان شاء الله نجي الى وهران، لكن عشان شنو؟ جوعنا الجوع. الجوع خلاص، الجوع يوقفنا باي مكان، في مطعم وود بيكر. تخيلوا طلبنا بيتزا، قلنا لهم نبي بيتزا وسط. شوف هذه ايدي، شوف شوف كبرها ما شاء الله. اذا الكبيره شلون صايره؟ الكبيره شلون صايره؟ الكبيره خليني اقول لك اياها ميجا. يسمونها ميجا؟ ميجا. ايه لا لا يلا حلوه حق الطريق هذه. يلا نسخن ولا انت ما تقدر تاكل؟ هو شوف شوف مشتي وقاعد ويبي الدنيا حر. اقول جيبوا ثنتين. هو اخر واحد ما بياكل هنا، اقل واحد ياكل. هو ثنتين هذا اقل واحد بياكل، بياكل ثنتين والله شبعت. وطبعا هذا ذكريات رحلتي بالمغرب. لازم نطلب الحريره المغربيه، هم متواجده هني بعد. ايش رايك فيها؟ حلوه؟ مو محبين الفلفل. انت اكيد تحبها صح؟ طبعا، الحريره طبق اساسي برمضان على المائده، ما عندي الحريره المغربيه. الحريره او الكريك. اي. نصحي او الكريك.
والحمد لله خلصنا اكل. صراحه الاكل لذيذ، واكتشفنا ان صاحب المطعم صاحب من الحاره صاحب هي وحده لا صاحب المطعم هو بيكر، اسم وجه بيكر من الحاره. من الحاره، من عندهم هناك من وادي الرمان. من وادي الرمان وما شاء الله الله فتح عليه وعنده محلات كثيره الحين. الشيء اللي اكتشفته ان لما يتكلم مع الموظف اللي هني الوهراني في فرق باللهجه، فحتى هو شويه في صعوبه بالاخذ والعطاء بينه وبين شو اسمه. فسبحان الله اللهجات هي مختلفه نهائيا، صح؟ من كل ولايه لولايه، من كل ولايه لولايه في اختلاف كبير باللهجه، يعني قريب الغرب المغرب، هو اللهجه قريبه للمغرب. ايه وما شاء الله وهران يعني صج مدينه شرحه وكبيره وما فيها زحمه نفس العاصمه، فصج تحس بالراحه فيها. صحيح، حتى انت حبيتها بعد. مدينه ما يصير زقاير. لا 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 زقاير لازم شو اسمه تشيلها. احنا مو مدخنين. وهران مدينه عاصمه الغرب الجزائري، مدينه حلوه جميله. حتى اهلها طيبين، معروفين بالطيبه يعني. طبعا مثل ما قلت لكم وهران ما راح نصور فيها الحين وما راح نتعمق فيها، لان ان شاء الله يمكن بكره او بعده على حسب الجدول. احنا بنشوف ان شاء الله جدولنا مفتوح ومرن فليكسبل، فبنشوف يمكن هي بكره او بعده على حسب، ونغطي لكم اياها ان شاء الله. لكن الحين بس مجرد مرور عشان الاكل. السلام عليكم. هلا، كيف حالك؟ هلا وسهلا. هلا والله، الله يحييك. وهذا شوف ما شاء الله مسجد كبير بوهران باسم عبد الحميد بن باديس، مؤسس شنو؟ مؤسس جمعية علماء المسلمين في مؤسس الجزائر. جمعية علماء المسلمين في الجزائر، وشخص معروف جدا جدا في الجزائر، خصوصا الناس المتعمقين بالامور الاسلامية والدراسات الاسلامية فراح يعرفون هذا اكيد. واخيرا وصلنا الى تلمسان وصار دنيا الليل خلاص، وفندق رينيسانس من افخم الفنادق الموجودة هني، ويعبر عن التراث التلمساني الاندلسي. مستانس باللوبي هني، ها؟ رينينسيون. شو رايك بس ما شاء الله؟ شوف 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 ديزاين، شوف شغل عجيب صدق. ديزاين اندلسي. ديزاين اندلسي. ديزاين اندلسي، تصميم اندلسي. فندق حديث تقريبا صار له 4 سنوات انبنى. اي. معلم المعالم التلمسانية. ما شاء الله. وجينا هني ما شاء الله العشاء مالهم خيالي صراحة، بوفيه. وشنو جبنا؟ شنو جبنا احمد؟ هلا بنشرح شو جبنا. اول شيء جبنا لي سلطات. اي سلطات، سلطه عاديه. اي الشوربه اللي قلت لي هذه اللي يشوفها يقول هذه حريره. هذه شوربه فريك. فريك هي شوربه مثل ما قالت الاخت، انا بعرفها شوربه تقليديه جزائريه، لكن هي شوربه بوسعاديه من بوسعاده. اي حبيبه. وبعدين جبنا اطباق طاجين زيتون. طاجين زيتون هذا طبق تقليدي طاجين زيتون. اوكي، يكون معه لحم صح؟ طاجين زيتون باللحم، هو طاجين زيتون زيتون باللحم على الطاجين. قطعه ستيك عاديه في كل مكان. ودجاج برضو غربي ليس تقليدي. انا جبت هني بطن شو اسمه او شنو، لا الراس. عادل جاب لحمه الراس. لا شنو فيها لحمه الراس. اي لحمه الراس هذه هي. هي طبق تقليدي برضو في الجزائر. إيه بس تصدقون تعجبت بموضوع ان الشعب الجزائري ما يحب ياكل العيش اللي هو الرز، ما يحب ياكله. احنا بالخليج هناك الرز شيء اساسي، ولا بالله. وخلينا نجرب لحمه الراس اللي هو الطبق التقليدي الجزائري، وبسم الله نجرب. حلو والله، الأشياء الموجودة معاه هذه معطيتها طعم خاص، لذة. لا جزائريين خطيرين صراحة، بس أنت ما تعرف بالأكل الجزائري، أنا خلاص صرت خبير أكل الجزائري. إيه الغرفة. شو رأيك فيها؟ إيه أخيراً. لا اختيارات ممتازة، شغل طيب. شوف الغرفة شوف. بس يا أخي يعني أنا راح أنام جنبك يعني هناك، ليش هناك؟ ليش؟ لا بس شوف ما شاء الله الغرفة حلوة ومرتبة، وأتوقع بكرة بإذن الله بما أن تلمسان صايرة جبلية على لالا سيتي، هضبت لالا سيتي، فأتوقع المنظر بيكون نار وشرار بإذن الله. بكرة بنشوفها عدل، لما وصلنا هني كان دين ليل وما شفناها عدل صراحة، فبكرة بإذن الله بنوريكم تلمسان. وكذي اعتقد وصلنا الى نهايه الفيديو. المهم تلهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، لا عجبك الفيديو خلي لايك ونرى الاراء ديالك في الكومنتات. الله.